هوايتي بكرة القدم كان أبوي بلعب بنادي الوسبي، كنت أنا من ولدان، علمني كيف نط، علمني كيف ألمس طابي، علمني ما أخاف، ويعني قال لي بدك تجتهد بالطابي عشان تجتهد بدراستك. بدأت في كرة القدم، كنت عم بلعب بالمدرسة أنا ورفقاتي، فكان عمري 6 سنين، فعجبهم أدائي بالمدرسة فصاروا يدربوني، سحبوني لعندهم على النادي، نادي أمية، فظلت عندهم 4 سنين الحمد لله يعني. فانتقلت على مدرسة ملهم، مدرسة ملهم تابعة لفريق ملهم طبعا، فسحبوني لعندهم لأنه هاي مدرسة خاصة. تعرفت على الكابتن أحمد إبراهيم وكابتن عثمان، فالحمد لله تعبوا علي ويعني خدنا كأس ولعبنا بطولات. أنا كان حلمي أخذ أفضل لاعب في المباراة، فالحمد لله حققت حلمي وأخذت أفضل لاعب في المباراة. بعدين كان حلمي انه اخذ افضل حارس، وكنت حاط بعقلي انه انا بدي اخذ افضل حارس، انا بدي اشتغل لحالي عشان اخذ افضل حارس. فالحمد لله هذا الدرع اخذته افضل حارس في البطوله، بطوله جيل المستقبل، وهاي بطوله امانه كرويه افضل لاعب في المباراه. اتمنى له ان شاء الله لجود يحقق حلمه. هلا هو طموحه كبير انه يطلع يعني ويمارس هوايته بظرف افضل من هذا، ونحن إن شاء الله راح نحاول نساعده، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيكملها معه.